الكبار والسن هو موضوع مطروح لنقاش اليوم، وبين الفرص والتحديات ينضم لنا من الأردن الأستاذ الدكتور حسين الخزاعي، أكاديمي وخبير متخصص في علم الاجتماع. أهلا بك. إذا ما هي أكثر المشكلات التي تواجه كبار السن في الأردن، سواء كانت مشكلات اقتصادية اجتماعية أو صحية؟ شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم، وأنا سعيد جدا وأتشرف أن أشارك معكم في هذا البرنامج اللي بركز على فئة كثير مهمة في المجتمع. ولما نتحدث عن فئة كبار السن، للأسف الشديد الصورة المغلوطة أو الصورة المأخوذة عن كبار السن بأنهم هؤلاء بلا عطاء بلا إنتاج، وهؤلاء يجب أن يبقوا في البيوت وما يشاركوا في أي عمل آخر. وهذه طبعا صورة نمطية خاطئة للأسف الشديد موجودة فقط في الدول العربية، وخليني أتحدث وبشكل شفاف، فقط في الدول العربية. في العالم الآخر، في الدول الأجنبية، لا يوجد سن عندهم. لا، لماذا تعتقد أن يعني موجودة فقط في الدول العربية؟ أو في وجهة نظر حضرتك، لماذا هذه الأفكار أو الكليشيهات أو التابوهات موجودة فقط في المجتمعات العربية؟ شكرا لك، بارك الله فيك. لأنه أولا للأسف الشديد يعني العادات والتقاليد والقيم اللي توارثتها الأجيال جيلا عبر جيل، بأنه هذه الفئة يجب أن ترتاح في هذا العمر، يعني لازم نريحهم ما يتعبوا، وهم تعبوا في صباهم وهم شقوا في صباهم ولهم حد. القضية الثانية ربطوها بالتقاعد، سن التقاعد سواء للذكر أو الأنثى. السبب الآخر الثالث إنه النظرة الحكومية ونظرة الدول إلى هؤلاء الفئة تختلف من الدول الغربية عن الدول العربية. الدول الغربية بتقول لك ما في تقاعد أبدا نهائيا، ما في شيخوخة، في خدمات متواصلة، في ضمان اجتماعي طول العمر، في حياة ذات نوعية جيدة، تأمين صحي مؤمن لهم، ضمان اجتماعي، خدمات اجتماعية، نوادي ترفيهية، رحلات. لماذا تم الربط بين التقاعد والراحة؟ أكثر قضية بحاجة لها كبير السن أو الرجل عندما أو المرأة عندما يتقدم به العمر، اللي هي خليني أحكي عدم الحاجة للناس، يعني ما يصير عالي على الناس. لهذا السبب يعني للأسف الشديد من يتقاعد في الدول العربية يعيش على راتب التقاعد، وإذا كان لا يعمل سواء كان في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص غير مؤمن في الضمان الاجتماعي، هذا سوف يعيش جائع، محتاج، فقير، بحاجة إلى الناس، عالي على الناس، عبء على الناس. لهذا السبب يعني هم كبار السن الآن، خليني أحكي أكثر قضية يبحثون عنها اللي هي الأمور المتعلقة في الكرامة، في البعد عدم الحاجة إلى الناس، وأن يبقوا دائما مشاركين في المجتمع. في الغرب الآن طبعا هم، أنت بتشوف عندكم بالقاهرة في مصر، وأنا خريج القاهرة وعشت 5 سنوات بالقاهرة، لما كنا نروح على منطقة الأهرامات على المناطق الأثرية كنا نشوف السياح اللي يجوا من الغرب كلهم من كبار السن، وهذولا تلاقيهم بيمشوا 5 كيلو وعشرة كيلو، وهو جاي هو وزوجته أو هو وأصدقائه وكذا. إحنا كبار السن بعد 60 بعد 65 سنة بنحط لهم 6 فرشات أو 6 مرتبات وبيرتاحوا وبيشتغلوا.